في اخر بطوله انت كنت صحيح ان انت الحمد لله حافظتي على لقبك وكسبتيها، بس كان احلى 10 ضربات انت كان رقم 3 كان ضربه ليكي انت. مظبوط. انهي واحده بقى واشرحيها لي بالظبط؟ كانت في ماتش الفاينل الجماعي، كانت مع البنت بتاعت فرنسا اللي انا لعبت معاها فاينل فردي في 2016 بطولة العالم. الماتش ده كان بالنسبه لي شويه مهم لان ما كانتش اول مره العب معاها، احنا عشان مع بعض دايما في الميزان، فكانت تقريبا دي رابع مره بلعب معاها. فوصلنا ان احنا حفظنا بعض قوي، يعني انا حفظت هي تكنيكاتها ايه وهتطلع امتى وتوقيتاتها ازاي، وهي نفس الكلام. فكان الماتش مقفل قوي قوي لحد ما حطيت اول نقطه. بعد كده هي بدات تتوتر، فبدات اعصابها تسيب، فبدات تغلط. فالضربه اللي حطيتها كانت برجلي، كانت 3 ضربات ورا بعض في وشها. بس دي يمكن الحكام برضو احنا لعبتنا شويه تقديريه او بتعتمد على الحكام. فلما جم يعملوا الفيديو ريبلاي ما ظهرتش الضربه من ناحيتهم، فما اتحسبتش. يعني هو الحكام قاعدين على الملعب ما حدش رفع عليها ساعتها. ضربتيها 3 مرات بس الحكام ما شافوش. الحكام ما شافوش الضربه. فلجأنا لحاجه اسمها فيديو ريبلاي. برضو الضربه ما كانتش جايه من زاويه الكاميرا اللي بتصور. فالحكام رغم ان الكاميرات اللي هي بتصور الماتش نفسه اللي هي كانت بتاعت القنوات والاتحاد الدولي كانت جايبه الضربه من زاويات كويسه. بس دي مش معترف بيها، هي الكاميرا اللي على الملعب هي اللي لازم تتاخد بيها. بعدها على طول عدت نفس الضربه تاني وجت فيها تاني 3 برضه، بس المره دي اتحسبت بقى. وانتوا بتاخدي مركزين مش مركز واحد. الحمد لله. صعب قوي، صعب قوي. لو سالتك تورينا الضربه دي ولا ما ينفعش لازم تكون في الماتش؟ يعني عايزه لو من غير ما حد يبقى قدامك ولا حاجه ينفع تعملها لنا كده نظريا؟ هي ما فيهاش مشكله يعني. طب يا ريت تورينا ويبقى مسك الختام كده في البدله والكوتش وجاهزه. اقف ازاي علشان الكاميرا هي عشان تتحسب. اوكي. هي هتخيل ان هي قدامك طبعا. هي كانت ان انا عملت لها 3 ورا بعض.